الواسي المشاهدين متابعي قنوات اليوم جبنا تحدي جديد وهو محاولة التعرف على المنتخب من خلال الفرق عفوا التي يلعب لها نجومه. نعم مع اقتراب كاس العالم قلت ندير لكم هذا التحدي ونضيع به الوقت، راك تعرفوا مع رمضان. نعم بسم الله امشوا معي على طول. يلا بسم الله اعزائي المشاهدين، خمن وحاول التعرف على المنتخب من خلال الفرق التي يلعب لها النجوم. هذا اللي عنده أربعة من ثلاثة من لاعبي باريس، أتوقع المنتخب البرازيلي سهل جدا لأنه أندرسون لاعب مانشستر سيتي الحارس، وتياغو سيلفا وماركينيوس وداني ألفيس. نعم وعنده نايمار من الجهة الأخرى، هذا باين واضح وضوح الشمس منتخب برازيلي نايمار ويلي هذا واضح واضح واضح. نمشي اللي بعده، يلا على طول على بركة الله. اللي بعده مانشستر يونايتد حارس مرمى ديخيا منتخب اسبانيا، واضح واضح سهل جدا، وموراتا راس حربة واضح وسهل هذا التحدي، خاصة اللي عامله نقول لك اخ عزيزي اعمل شيء اصعب. نعم لانه سهل واضح جدا واضح المنتخب الاسباني لانه موراتا هو الراس حربة وديخيا حارس، نعرف نشوف الحارس ونشوف الراس حربة نقدر نعرف المنتخب انا خاصة ذكي حبيبي الكرة هذه، انت ما تقضي لي في كرة انت مريض. حارس توك سيتي وتوتنهام توك سيتي، منتخب انجلترا منتخب الانجليزي، توقع المنتخب الانجليزي شيء اكيد منتخب انجليزي لانه اغلب لعيبته من الدوري الانجليزي. واخي انت عزيزي مشاهد بعد اعطيني بالكومنتات كم حاولت تعرف على كم منتخب تعرفت عليه لكي يشوف من يفوز انا ولا. حتى الان ما عدنا ولا غلطة. اللي بعده الحارس مانشستر يونايتد ديفيد ديخيا، المنتخب الارجنتيني واضح روميرو وماركوس روخو واغويرو وميسي، واضح 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 المنتخب الارجنتيني وباولو ديبالا تحت لاعب اليوفي وميركادو وبانيجا، سهل سهل حتى هذا وسهل جدا. اللي بعده راح نستمتع في التحدي اعزائي المشاهدين، وده اللي بعده حارس كيبو كورتوا المنتخب المنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي منتخب بلجيكي اكيد منتخب بلجيكي يا عم هنا بلجيكي واضحة، لوكاكو كراس حربة لعمياته والمان يونايتد وفلايني خلاص كل نادي والله ما نعرفه اقسم بالله يلعب في الصين ده تفكر. وتوتنهام منتخب فرنسي واضح يقولوا لوريس هو الحارس وجريزمان راس حربة واللي منه لعب بارسا، مين هو؟ ايه عثمان ديمبيلي واللي منه لعب باريس سان جيرمان مبابي واللي تحته نبيل فاكر اتوقع وسيسيكو. نعم واضحة 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 لاكازيت واضح سهل سهل يا حبيبي ولا غلط حتى الآن عندنا. يلا اللي بعده المنتخب لأنه حارس سوباسيتش منتخب اللي يلعب في موناكو أتوقع المنتخب الكرواتي. نعم وعنده مانزوكيتش لاعب منتخب ولعب ريال مدريد كوفازيتش ولوكا مودريتش وراكيتيتش يا عمي كوبريزيتش كريماتش مازوليكش انا على امه سوفيتش كيتش. خلينا نكمل اللي بعد اندريسي انا المنتخب البرتغالي واضح علي انه رونالدو هو كراس حربة والحارس باتريسيو سيميدو لعب برشلونة شيء اكيد راح يكون منتخب برتغالي لانه فقط منتخب برتغالي عنده لاعب مدريدي وحيد فقط لانه كرواتي وعنده لعيبه مدريديين مودريتش وكوفازيتش اللي يكون في علمك مدريدي تلعب مدريدي وما نعرفك انت مجنون يا عم. يا هذا منتخب الصبال حبس حبس يا عم لا 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 خليها سلوفينيا نيجيريا نيجيريا او السنغال نيجيريا السنغال السنغال عندهم ليفربول ماني السنغال اوه توقعت لانه حاولت منتخب افريقي وقلت حاولت لانه تفكرت بعدين يا عم ما متكلم ما متكلم ماني عارفه هذا اصلا
واضح المنتخب السعودي خاصة أغلبية لاعيبته من الدور السعودي وعنده فقط يعني فهد اسمه؟ فهد المولد والدوسري ويحيى الساري اللي يلعب في السنغال يا ساتر. طال حتى غلط حتى لين ما عادنا لك صعبة كاد عادت على السنغال وجبناه في خرق. هذا يلعب عنده مدريدي واضح ما نتكلم ما نتكلم منتخب ألماني ما شافش أكيد عنده يلعب عنده مدريدي وما نعرفه. أنت مجنون أنت وياك المخدرات. أنا ما بعرف واحد عنده لاعب مدريدي ما بقدر أعرف منتخب. واضح توني كروس عندهم منتخب ألماني خاصة عنده لاعب أربع لاعيبة من الباير. واضح المنتخب الألماني وأكثر لاعيبته من دور ألمان. هذا المنتخب ياش منتخب النيجيري. توقع المنتخب النيجيري وهو المنتخب النيجيري. منتخب النيجيري نيجيري لا والله ما عرفته يا شباب صح مكسيك ما عليش عندنا غلط وعندنا شي شريطه على الفكره. انا غلط هذا المنتخب يبدو قوي لانه عنده لاعب واضح ارجواي سواريز وكافاني سواريز وكافاني واضحه واضحه يا عم خلاص ارجواي ولعب يتر مين ايه فايسينو خلاص عرفت يا عم وسوس خمينيز وجودين يا عمي ما تفوتش عليه موسيليرا عندنا غلط واحد ومشي صح يا شباب ماشي صح واللي بعده مين هذا المنتخب المنتخب النيجيري لا وسط المنتخب النيجيري تبقى ستة خمسة صارت الثاني جاي اتوقع اني ما عرفت الصراحة خلني ناخذ معلومة نيجيريا اتوقع لا صربيا اوه ما بعرف اصلا لعبت في ماتيتش بعد عندنا غلطين والباقي صح معليش هذا المنتخب على المصري عنده لا واضح شقانا المنتخب المصري واضحة لأنه عنده ليفربول النجم العالمي محمد صلاح فخرنا فخر العرب وأغلبية لعيبته من الدور اللي يلعب عندهم من إيه علي جابر ولا يلعب الفرق اعرف الحجازي فقط اللي نعرفه الحجازي فقط يلعب في وست بروم اما يلا هذا اللي هذا منتخب انجليزي عفوا نيجيري منتخب نيجيري واضحه عنده ايوبي وعنده احمد موسى تشيسكا عفوا تشيسكا موسكو واضحه المنتخب ماشيين صح شباب عندنا غلطين والباقي كلهم صحاح اكتبوا لي في الكومنتات كم منتخب قدرت تتعرف عليه وكم منتخب ما قدرت تتعرف عليه اكتبوا لي في الكومنتات واذا عندك السيستم التحديات تاع المنتخبات راح نواصل فيها راح نجيب لكم الجزء الثاني ان شاء الله غدا او بعد غد. هذا منتخب ضيعنا الوقت شي ثلاثة منتخب عن هولندا اقلع هولندا يا عم واضحه طلعت الحارس عرفتو برشلوني وقلت مين اللي عند برشلوني اللي عنده حارس ثاني عرفت هولندي يعمل هولندا هذا عند بيتر تشيك توقع او كولومبيا الخامس وفالكاو اللي يلعب موناكو ومين اللي يلعب عندنا في اليوفي كواردادو يا ريمينا يلعب البارسا شي اكيد ما تلعب في الليغا وما نعرفك يا عم منتخب تونسي تونسي واضح هذا محلول واضح عنده مسليط يلعب في بوردو فرنس ورينز يلعب في الخزري نعم وافي الخزري والسليطي نعم تاع بوردو داك سيف الدين خاوي اتوقع نعيم صديقي انا المغرب المنتخب المغربي المنتخب المغربي لانه عنده بنعطيه في اليوفي عنده فاياقس وحكيمي انت تلعب في الريال وما بعرفك حكيمي مح المح مح الاشقاء اللي في المغرب يا عم واضح المغرب عنده حكيمي وزياش امين لا مغربي
لان المنتخبات اللي انا بعرف اللي صار فيديو الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله نكون سلام. قبل ما نكمل الفيديو اعزائي المشاهدين لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تفعيل زر الجرس واشتراك قناه موت سبورت.